الوضح. معي أيضا أحد المشاركين مالك الإبل محمد ابن سفر البقومي الجليدي. صباح الخير. صبحت بالخير والعلم الزين إن شاء الله. ولا تعبت الله يطول. لا ندمت الله لا يهينك. الجليدي قبل أنشدك عن شوط اليوم، العام الماضي وينك عن الشوط؟ والله العام الماضي انت قوى بالله وانت رقب دقة تبعنا تكبر وظفناها وجينا بحضور إن شاء الله يشرف والتوفيق على الله. كم أضفت؟ كم أضفت العام؟ والله أنا ضايف ثمان لكن ما دخلت الأربع معنا. دخلت أربع. أي نعم. ما شاء الله. طيب كيف قوة الشوط اليوم؟ كيف رشحت نفسك وتواجدك هذا الموسم؟ والله الشوط اليوم قوي والأسماء قوية وأهل الإبل يستاهلون كلهم وكل إبلهم قوية والمشاركين أكيد. قويين وزملاء وأصحاب ومعارف وأصدقاء ومجتمع طيب. أكيد. وأنا أبارك لنفسي ولهم هم جميعا. وأما ترشيحي أنا هذا عائد لله سبحانه ثم للجنة والجماهير. أنا ما رشح نفسي. طيب الجلي أنت بارك لعمرك، تقول بارك لعمري وللمشاركين. والمشاركين زملائي كلهم. أكيد أكيد. أي نعم. طيب الجليدي، النسخة الأولى مهرجان الملك عبد العزيز كان شوط التلات باسم الجليدي. أي نعم. النسخة الثانية والثالثة كانت باسم ابن دلمخ منافسك في الشوط. أي نعم. معي؟ النسخة الرابعة كان ما حضرت النسخة اللي هي الماضية. سيف. اليوم حضرت الجليدي ابن دلمخ غاب. أي نعم. كيف ترشح نفسك؟ مين راح يكون باسم الشوط؟ والله حنا ما أنا اللي يغيب يغيب واللي يجي يجي وكلهم معارف أصدقاء وزملاء. من جاء باريناه وحنا وياه على باب الله. أكيد. ومن غاب الله يستر عليه. ما أنا ندور اللي يغيب ولا نتحدى ولا عندنا تحدى لحد. طيب شوف. أكرمنا الله بنتاجنا ونحمد الله ونشكره عليه. ومعنا زملاء فيها وفيهم خير. وإن أخذوا الأول منهم أحد أنا بارك له وإن أخذته أنا أستاهله. طيب الجليدة تشوف إنه فرصة لكم حصولكم على المركز الأول في هذا الموسم غياب ابن دلمخ؟ أنا جايم بقوة. 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 ولا أحسب حساب اللي يغيب واللي يجي. أحسب يعني؟ حساب الله وأحسب حساب الرجال اللي معي لهم أكيد. تقدير واحترام والكلمة اللي مالها لزوم ما نبيها. طيب من تكون باسمه النسخة الخامسة؟ سم. من تكون باسمه؟ الأيات. النسخة هذه الخامسة. شوط التلات. ما والله العالم انا قلت لك الامر لله تقول جايب قوه وحاضر بقوه هذا النسخه لا اله الا الله انت تدورني على التحدي انا ما عندي تحدي احنا نبي التحدي لا انا ما تحدي احنا شفنا اليوم الحلال وشفنا اللي معك الله لا يهينك شوف. الله يطول عمرك احنا نقول ان شاء الله ان اقوياء واخويانا اقوياء وهم يستاهلون أكيد. تجريح الامور ما نبيها ولا يستاهلون منا الا كل تقدير واحترام والعلم الأول والثاني والثالث واللي غيره كلها عند الله سبحانه وعند بيد اللجنة أكيد أكيد. والجماهير يشهدون شهود أكيد. الله فرض الله اللي يقول أكيد. أنا مالي صوت برا الله يوفقنا وياك الجليدي وياك وإن شاء الله نشاهدك بإذن الله في الأشواط إن شاء الله الجاية وأنت وكل طيب. عام الله يقوي اللجنة ويقوي نعم. العاملين على هالمهرجان ويوفقهم جميعا نعم. وما قصروا حنا مسوات لنا الأمور حنا نعم. جايين مغار بس نجي نشارك بحلالنا ونباهي ونتفرج ويباركونا الحوات الغانم شروات شروات نقول الله يوفق العاملين ويوفق ملكنا ولي عهده والشيخ فهد بن حثلين ورئيس اللجنة خالد بن سلمان الله يوفقهم فيما يحب ويرضى ويعينهم الله يطول عمر شكرا لك شكرا الله يسلمك